اعذروني يا أخي عزمان، ويا أخي عبد الهادي، ويا أخي عابد، أن زاحمتكم قليلا في بنوتكم لأبيكم. أحتاج إلى شيء من التقرب كي لا أجزع، فأنتم خلفه. وأذكر للناس بعضا من محاسن أبيكم التي أعرفها، وما لا أعرف أكثر. ربما أحاول بذلك محو التقصير الذي قارفته في حق أبيكم، وقد لا يحصل ذلك أبدا، إلا أن الله الحسيب الكريم لن يضيع عمل المخلصين، ونحسب أباكم كذلك، والله حسيبه. ولعل الله أحب عبده فابتلاه. رحمك الله يا أبا عزمان، ما زلت أذكر صبرك علينا وأنت تعلمنا لغة الملايو، إذ تعسر علينا فهم محاضرات الشيوخ ودروسهم، فشكونا إليك فانتدبت لتعليمنا وكنا عالة عليك، ورغبت إلينا في تعلمها وقد قصرت همتنا فيها، وصبرت علينا صبر الوالد المشفق، لكن الابن العاق لا يذكر لوالده فضله حتى يفقده. أرجو من الله أن ينزل على قبرك الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم إنه قد ابتلي فصبر، اللهم إنه قد ابتلي فصبر، اللهم إنه قد ابتلي فصبر، وأنت الرؤوف الرحيم، وقلت وقولك الحق، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فاللهم أوفي أجره بغير حساب، وهو الآن في جوارك، وتقبله شهيدا عندك، واجعل ما ألم به كفارة لسيئاته ورفعة لدرجاته. آمين آمين آمين.